لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. أيام معلومات في أشهر حرم في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة، يسير الحجاج لقضاء حجهم، فالحج تجرد من الدنيا وملذاتها وإقبال على الله سبحانه وتعالى، تجرد من الذنوب وتوبة، صدق في المعاملة وأمانة في التعامل. إلى زمزم زمت ركاب مطينا، ونحو الصفا عيس الوفود صففناه، نأم مقاما للخليل معظما، إليه استبقنا والركاب حثثناه، ونحن نلبي في صعود ومهبط، كذا حالنا في كل مرقى رقيناه. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حيث نغطي لكم في هذه الدقائق والساعات في بث مباشر عبر شاشة قناة السعودية جميع الخدمات التي تقدمها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في المشاعر المقدسة واستقبال حجاج بيت الله الحرام. سنكون معكم مشاهدينا الكرام من خلال متابعة دقيقة من خلال كاميرات هيئة الإذاعة والتلفزيون المنتشرة في المشاعر المقدسة وفي الحرمين الشريفين، والتي تستقبل حجاج بيت الله الحرام، قوافل النور التي انهلت مشاهدينا الكرام على الحرمين الشريفين في مطار الملك عبد العزيز، في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، أيضا عبر منافذ المملكة العربية السعودية البرية البحرية، نشاهد جميع التجهيزات، مشعر منى، منشأة الجمرات أيضا، ومشعر مزدلفة كيف استعد، ومشعر عرفة كذلك، مسجد نمرة الذي إن شاء الله ستقام به خطبة عرفة، وإن شاء الله ستستقبل المشاعر المقدسة في يوم الثامن من شهر ذي الحجة بمشيئة الله تعالى. قوافل النور وحجاج بيت الله الحرام الذين سيبيتون يوم التروية في مشعر منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنكون معكم في هذه التغطية وكالمعتاد عبر عناويننا. إلهام وإعلام في ملتقى إعلام الحج بيومه الثالث. شريك لك لبيك، إن الحمد. هيئة الاتصالات تعلن عن جاهزية الخطط التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1445.
استعدادات وتجهيزات جمعية الكشافة العربية السعودية لموسم حج 1445 للهجرة. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كانت هذه العناوين والمزيد في ثنايا هذه الحلقة. تعد خدمة الحرمين الشريفين من أهم أولويات قيادة المملكة العربية السعودية والتي تشرف بها ملوك هذه البلاد الطاهرة، وواجب يتفاونون في أدائه تقربا إلى الله وأداء لدورهم الريادي والقيادي في خدمة الإسلام والمسلمين. وقد سعوا طوال العهود المتعاقبة منذ عهد الدولة السعودية الأولى وحتى الآن إلى توفير سبل الراحة وتيسير أمور الحج وتسهيل جميع الإجراءات وتقديم أرقى الخدمات ليؤدوا ضيوف الرحمن عبادتهم في روحانية وسهولة ويسر وأمن وأمان. في هذه الفقرة ملوك وفريضة، سنستعرض معكم الجهود العظيمة التي قام بها ملوك هذه الدولة طوال السنوات الماضية. واليوم سيكون حديثنا عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه. أكمل المسيرة الملك عبد الله غفر الله له. الملك عبد الله أيضا نال الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والعناية بالحجاج والمعتمرين جل اهتمامه، وأصبحت هي شغله الشاغل. فمنذ توليه الحكم كان دائما حريص على ما توفير وسائل الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين. في عام 1430 أمر بإنشاء توسعة كبيرة وعظيمة جدا للمسجد الحرام. تكلفت هذه التوسعة أعمال هدم ونزع ملكيات فيما يعرف في الشامية، والحقيقة أنه كان بناء ضخم وعظيم جدا استخدم فيه يعني آخر ما وصلت إليه التقنيات في البناء والتطوير. مسجد عظيم، مسجد كبير، ضاعف الحقيقة من السعة من الطاقة الاستيعابية للحرم. بني على 3 أدوار تقريبا، وبني فيه محطة تبريد تعتبر أكبر محطة تبريد في العالم. هذا المسجد الحقيقة فيه من التقنيات وفيه من الطراز المعماري وفيه من التسهيلات التي وضعت شيء قد لا يوجد في أي مكان آخر. كذلك لاحظ الملك عبد الله رحمه الله أن أيضا الحرم بحاجة إلى توسعة أكثر لأجل إتاحة الفرصة لأكثر أو لأكبر قدر من المسلمين لزيارة الحرم وقضاء مناسكهم، فأمر كذلك ببناء مساحات أو ساحات على ساحات يعني على الحرم وقريبة من الحرم، مبلطة أيضا بالرخام الأبيض غير قابل لامتصاص الحرارة. كذلك لاحظ رحمه الله أن هناك قد يكون مع هذه الزيادة التي يعني توائمت أو ترافقت مع هذه التوسعات الحرم أن هناك ازدحام في المسعى، كما أن هناك ازدحام في صحن الطواف. فالمسعى لم يكن هناك يعني الإجراءات أو الأعمال التوسعة فيه كانت قليلة جدا للحدود الضيقة للمسعى. رحمه الله استفتى هيئة كبار العلماء بمشروعية توسعة المسعى، فأفتت هيئة كبار العلماء بجواز هذا، فأمر رحمه الله بتوسعة المسعى بدلا من 20 متر أصبح عرضه 40 متر وعلى 3 أدوار، مع أيضا إضافة مسار خاص بالعربات المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا الحقيقة أصبح المسعى بعد هذا الشيء متعة ونزهة الحقيقة للمعتمرين والزوار، لأنها أصبح بكل يسر وسهولة يستطيع الزوار والحجاج والمعتمرين أداء نسك المسعى. كذلك أمر رحمه الله بتوسعة المطاف، المطاف كان حوله أروقة تاريخية وما إلى ذلك، لكن رغبة الملك عبد الله في أن يوسع على الزوار والطواف أمر بأن يوسع المسعى الطواف، وأصبح تضاعفت الحقيقة طاقته الاستيعابية. أيضا لم يغفل الملك رحمه الله قضية المشاعر المقدسة، خصوصا أنها منطقة قد تكون ضيقة وتزدحم في موسم الحج، وكان أكثر ما يؤرق الملك وقضية الازدحام الذي يحصل في أثناء رمي الجمرات أو الانتقال ما بين المشاعر المقدسة. فأمر رحمه الله بإنشاء جسر جديد للجمرات في عام 1427، وكان الحقيقة مشروع ضخم وكبير جدا يسر على الحجاج أداء نسكهم، خصوصا نسك رمي الجمرات. فكان هذا الحقيقة عظيم جدا، مشروع من ثلاث طوابق وقابل للزيادة أيضا. كذلك أمر رحمه الله بإنشاء مشروع قطار الحرمين الذي سهل تنقل الحجاج من بين المشاعر المقدسة. كذلك لم يغفل رحمه الله قضية المسجد النبوي. المسجد النبوي كان في عهد الملك فهد بني في ساحات كبيرة جدا، لكن الملك عبد الله أراد أن يستفاد من هذه الساحات أكثر وأكثر، فأمر ببناء مظلات بأفضل جودة مقاومة للحرارة ومقاومة للحريق، فوضع فيه أكثر من 180 مظلة كهربائية، بالإضافة إلى وضع 446 مروحة للتبريد أو ما يعرف بمراوح الرذاذ. فكان هذا الحقيقة يعني توسعة لزوار المسجد الحرام، وهذا دليل على جهوده رحمه الله. من المواقف التي تذكر له رحمه الله حينما أمر أو كان قضية توسعة المطاف، ذكروا له المهندسين ومن ذلك أن المشروع يحتاج إلى 6 سنوات، لكن هذا لم يرضي الملك لأنه كان حريص جدا على السرعة في يعني إنشاء هذه المشاريع، وإن كلفت ما كلفت فكان هذا مشهد أمام الجميع، فطلب منهم بدلا 6 سنوات أن تكون 3 سنوات، وتمت الموافقة على هذا، غفر الله له ورحمه. رحم الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين لما قدمه من أعمال جليلة في الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة، والتوسعة الكبيرة التي قدمها رحمه الله في هذه المشاعر من ودفعت في الحقيقة المليارات، وهي بلا فضل ولا منة خدمة للإسلام والمسلمين في بلاد الحرمين. والله يجزى إن شاء الله خير الجزاء لجميع ملوك المملكة العربية السعودية على ما بذلوه في الحقيقة رحمهم الله بخدمة الإسلام والمسلمين أولا، وكذلك خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، وتعاقب أبنائه الملوك البررة من بعد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله. ولله الحمد المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة ما زالت مستمرة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة دقيقة وبإشراف من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فاصل ثم نعود. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك أوحد الله والأشواق أهلا بعودتكم من جديد هنا المشاعر المقدسة هنا يجتمع ضيوف الرحمن هنا قوافل النور قادمة من كل فج عميق لتؤدي ركنهم الخامس في المشاعر المقدسة وتواجدهم في الحرم المكي وكذلك في الحرم النبوي الشريف استعدادا لهذه الشعائر المباركة إن شاء الله في يوم الثامن من شهر ذي الحجة ستبدأ قوافل الرحمن بدخولها إلى المشاعر المقدسة إذانا بانطلاقة أعمال الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخرتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وبمتابعة دقيقة وحثيثة من سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منشأة الجمرات مستعدة ومتأهبة وكذلك مشعر عرفات وأيضا الحرم المكي وتوافد حجاج بيت الله الحرام من يريد العمرة مستعد بخدمات الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين مسجد نمرة جبل الرحمة في مشعر عرفات عرفات اليوم تستعد ومتشوقة لحضور ضيوف الرحمن على صعيدها الطاهر في جبلها جبل الرحمة الذي تشوق كثيرا لضيوف الرحمن بأن يقفوا على صعيده الطاهر وعند الزوال حينما يرفعون أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر أن من عليهم بالوقوف على صعيده الطاهر وأن يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر شكراً لكل هذه الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بلا فضل ولا منة لضيوف الرحمن في بلاد الحرمين يستعد صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لاستقبال حجاج حملته هذا العام حيث تحط رحالهم خلال الأيام القادمة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة قادمين من مختلف مدن المملكة ومتأهبين للانطلاق في رحلة إيمانية فريدة وسط منظومة متكاملة من الخدمات الهادفة لتوفير سبل الراحة والإسهام في تأدية مناسكهم بكل يسر و
سهولة. وللمزيد عن التفاصيل سينضم معنا وعبر الهاتف مدير الإدارة العامة للمستفيدين بصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور أحمد أبو عبا. حياك الله يا دكتور ورحب فيك عبر شاشة قناة السعودية في هذه التغطية لموسم حج هذا العام، ونريد أن نتحدث عن الدور الريادي والكبير الذي يقدمه صندوق الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين خلال موسم حج هذا العام لمستفيديه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم شكرا السلام. والحقيقة يعني بلا شك نحن في صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ننطلق من توجيهات حكومتنا الرشيدة ممثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي دائما وأبدا يفخر بالشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء. وتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين دائما أن تظل أسرهم دوما في موضع عنايتنا واهتمامنا، وتأتي كذلك متابعة سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي ذكر في مقولته الشهيرة: إن راح منكم أب أو أخ أو ابن ترى الملك وأنا والشعب السعودي نسد محله. فنحن هنا صندوق نسد محل هؤلاء. صحيح. ونفخر الحقيقة في موسم هذا الحج أن قام الصندوق بتوفير حملة ل500 حاج لم يسبق لهم الحج من قبل، يؤدون فرائضهم في حملة تم اختيارها بعناية تكون مناسبة لهم، مناسبة لكبار السن ولمستخدمي الكراسي المتحركة. هذه الجهود اللي يقدمها الصندوق هو من أجل أن نحقق غايتنا في تمكين مستدام واعتزاز عميق وحياة عامرة لمثل لهؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم. دائما وأبدا أسر الشهداء المصابين وأسر المفقودين والأسرى دائما هم موضع عنايتنا، وملتزمين بتقديم خدمات وبرامج نوعية مستدامة من خلال شراكات مجتمعية فاعلة تساهم في تمكينهم ورفائهم. وبلا شك أن تمكينهم من أداء الركن الخامس في حملة تكون مناسبة لهم، في حملة تناسب طبيعة احتياجاتهم، الحقيقة هو من أكثر الأعمال اللي نفخر فيها أن تساعد شخص أن يؤدي ركنه الخامس. نعم صراحة يستهلون يعني أسرهم، واليوم هي بغريبة هذه اللفتة وهذه العناية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد لأسرهم، وهي بغريبة أيضا عن الشعب السعودي اللي يفتخر ويتفاخر صراحة بما قدموه رحمهم الله وكذلك الأسرى والمفقودين والمصابين. تحدثت دكتور عن حملة حج هذا العام وعن التنظيم الصندوق له، خلينا نتحدث عن التنظيم. من هم المستهدفين اليوم من خلال هذه الحملة التي تضم 500 حاج كما تحدثت وصرحت قبل قليل؟ نستهدف نحن أسر الشهداء وأسر الأسرى والمفقودين، ونعني بالأسرة هم الوالدين والزوجات والأبناء. جميل. وكذلك المصابين. بحمد الله في هذه السنة عندنا عدد جيد ممن يعني تم تمكينهم من الحج لأول مرة يحجون في حياتهم، وهذا الحقيقة من الخطوات اللي قدمناها. لدينا عدد كبير من المصابين اللي شغلتهم حياتهم في بداية الأمر في الدفاع عن الوطن، في حماية حدودنا، في حماية أمننا. صحيح. قلتهم الآن بعد ما أصيبوا ونهت خدماتهم العسكرية بسبب الإصابة، أصبح دورنا نحن الآن أن نقدم لهم هذه الخدمات. والحمد لله الآن يعني لدينا عدد من المصابين من آبائهم، من أمهاتهم، من زوجاتهم، من أبنائهم وبناتهم كذلك. فالحملة فيها تقريباً 500 حاج وحاجة، ما يقارب 254 حاجة و 245 يمثلون أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين. جميل. دكتور أحمد تحدثت عن عدد الحجاج هم 500، إيش أبرز الخدمات اليوم اللي يقدمها الصندوق لهؤلاء الحجاج من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟ احنا حرصنا الحقيقه ان تكون الحمله تكون حمله
جيدة. وبالتالي من بداية الاختيار ومن بداية يعني ترشيحهم والتأكد من أن هذه الحجة هي حجة الفرض، تم تواصل معهم واستخراج تذاكر سفر من مكان إقامتهم إلى الوصول إلى مدينة جدة، استقبالهم كذلك في المطار في مدينة جدة والذهاب إلى محطة اللقاء في مدينة جدة، ومن التوجه بمشيئة الله في اليوم الثامن ابتداء من الساعة 8:00 صباحا ينتقلون جميعا من جدة إلى مكة المكرمة. الحقيقة تم توفير باصات جيدة، تم توفير مسارات خاصة لهم، لأن هؤلاء الحقيقة نريد أن نرد الدين لهؤلاء. هؤلاء أكرمونا بتضحيات أبائهم أبنائهم، أكرمونا بتضحيات أنفسهم، فلا بد مننا نحن كدولة نحن كشعب أن نرد جزء من هذا الجميل من خلال توفير حملة مناسبة وحتى مسارات مناسبة لهم تخفف عنهم عناء الحج. سؤالي الأخير دكتور أحمد، هل خدمات صندوق الشهداء والمصابين والأسر والمفقودين خلال موسم حج هذا العام ستتوقف على حملة الحج فحسب، أم أن هناك خدمات أخرى يقدمها الصندوق لهؤلاء الأسر؟ بالعكس، الحقيقة لدينا خدمات أخرى في المشاعر المقدسة، نعم، من توزيع الوجبات الجافة، من توزيع المياه، جميل، من تقديم خدمات كثيرة، لأنه جزء من أعمال الصندوق هو القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها إلى شهداء مستفيديننا، وبالتالي خدماتنا منتشرة، جميل، في الحرمين الشريفين، في المشاعر المقدسة، من أعمال خيرية تناسب وحسب الحقيقة توجهات الدولة في تنفيذ مثل هذه الأعمال. لسان حالي ولسان حال جميع الزملاء وأيضا في التلفزيون وأيضا في الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز بما قدموه اليوم من تضحيات كبيرة، سواء الشهداء المصابين المفقودين الأسرى، وفخرنا بأسرهم. واليوم صراحة احنا نخدمهم ليس فقط الصندوق، وإنما كل مواطن سعودي في الحقيقة سيخدم هذه الأسر، لأنه فعلا هم من قدموا أبنائهم فداء لهذه الأرض الطاهرة. مدير الإدارة العامة للمستفيدين بصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور أحمد أبو عبا، شكرا لك، شكرا للصندوق، وشكرا للمملكة العربية السعودية، شكرا لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة والرعاية الأبوية لأسر الشهداء المصابين. صراحة هذا هو ديدا المملكة العربية السعودية في التعامل مع أبنائها ومع أسرها. نحن أسرة واحدة، نحن بيت واحد، تحتضننا هذه الأرض الطيبة المملكة العربية السعودية. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام للزميل محمد الأحمري الذي يتواجد في مستشفى من الوادي. حياك الله محمد، أنا سعيد بأنك تتواجد معي، وأكيد جميع مستشفيات المتواجدة في المشاعر المقدسة على قدم وساق مستعدة بكوادرها الطبية الإدارية لتقديم خدماتها بأقل جودة لحجاج بيت الله الحرام. أعطني، ماذا لديك وماذا ستقدم هذه المستشفيات؟ يسعد اوقاتك فيصل، مساء الخير لكل متابعين قناة السعودية. نعم يا فيصل، من مشعر منى ومن مستشفى منى الوادي الذي اكمل جاهزيته مع بقية المراكز والمستشفيات الصحية في المشاعر المقدسة وايضا في مكة المكرمة، اكملت جاهزيتها وزارة الصحة في جميع هذه المواقع. طبعا يا فيصل، نتحدث عن مشاركة اكثر من 32,000 ما بين كادر طبي وفني وإداري ضمن حج هذا العام، وأكثر من 5,000 طبيب. جهود حقيقة كبيرة تبذل. حابين نتحدث عن هذا المستشفى اللي يعتبر من أهم المستشفيات المشاركة في حج هذا العام 1445، وهو مستشفى من الوادي. ويسعدنا أن نرحب بمساعد مدير المستشفى الدكتور سعود سرباية. نرحب فيك دكتور، تفضل معي. سعيدين بتواجدك معنا على شاشة السعودية. أهلا وسهلا بالتلفزيون السعودي في مستشفى من الوادي. الله يحييك دكتور، جهود كبيرة تبذل استعدادا لهذا الموسم. لو تكلمنا عن آخر الاستعدادات للمستشفى. والله أحب أبشركم إن شاء الله وأطمنكم في نفس الوقت إن مستشفى من الوادي أتم الاستعداد على أكمل وجه بإذن الله، من تجهيزات
طبية وفنية وهندسية. المستشفى تبلغ سعته السريرية 160 سرير، يستقبل حالات أمراض القلب، حالات أمراض الباطنة، الحالات الجراحية، حالات السكتات الدماغية وكذلك الأمراض المعدية. المستشفى أيضا يحتوي على وحدة للغسيل الكلوي، يحتوي على وحدة للمناظير، المناظير التشخيصية والعلاجية. كما يعلم الجميع أنه في مثل هذه الأوقات من السنة يوجد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ولذلك تم الاستعداد لذلك بتوفير 24 سرير في وحدة التعامل مع ضربات الحرارة والإجهاد الحراري. جميل. خلينا نتكلم دكتور عن الكادر الطبي المشارك، يعني نتكلم عن 32 ألف بشكل عام في حج هذا العام. نعم. كم نصيب المستشفى من هذا العدد؟ ولله الحمد نصيب المستشفى 547 تماما، بالإضافة إلى القوى الزائرة وهي يعني تختص بتخصصات الطب العناية المركزة والطوارئ وكذلك تمريض العناية المركزة. طبعا هؤلاء هذا الكادر مدرب على أعلى مستوى، مؤهل، يتم اختياره بعناية من جميع مناطق المملكة. من متى بدأت ما شاء الله هذه التهيئة الكبيرة دكتور، يعني بهذا الأطقم وهذه الأجهزة وهذه الإمكانيات الكبيرة؟ تماما بدأنا من شهرين ولله الحمد الآن وصلنا إلى أعلى جاهزية، ونحن بإذن الله على أتم الأهبة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. يوم الغد بإذن الله سيتم افتتاح المستشفى، أو نسميه نحن التشغيل، بداية التشغيل في المستشفى. فالكم التوفيق دكتور، وسعدنا بتواجدك معنا. شكرا لك. الله يحفظك. أيضا فيصل ينضم معي الدكتورة نسرين مغربي استشارية طب طوارئ. سعدين بتواجدك معنا دكتورة. استعدادات الطوارئ خصوصا يعني بأهمية مثل هذا المستشفى في منى. أهلا وسهلا فيكم في مستشفى من الوادي في قسم الطوارئ. طبعا واحدة من أكثر الأشياء الإيجابية اللي موجودة عندنا الفريق المجمع من جميع أنحاء المملكة، الكل جاي بطاقة إيجابية عالية. أهم نقطة اللي هي التدريب، وهذا اللي كنا قاعدين نسويه على مدى الأيام اللي فاتت، الكل جاي فرضيات بالتقام للتأكد من جاهزية الفرق للاستجابة. كلنا تفاؤل وإيجابية، بإذن الله راح يكون موسم حج موفق مرة عالية. الله يعطيك العافية. شكرا دكتورة، سعدنا بتواجدك. شكرا لك. طبعا يلتقط لكم الزميل الآن هذا الكادر الطبي المشارك في قسم الطوارئ. طبعا أنا موجود فيصل في قسم الطوارئ الخاص في مستشفى من الوادي. حقيقة جهود كبيرة تبذل في هذا القسم وفي بقية الأقسام في المستشفى، استعدادات كبيرة، أجهزة، تقنيات. حقيقة الجهد اللي يقدم من وزارة الصحة دائما يعني نتعود على التميز، وأيضا في كل عام يكون العمل مختلف وأميز من العام اللي يسبقه. هذا ما كان لدي فيصل في مستشفى من الوادي. صوت الصورة عليك طبعا. شكرا لك محمد، يعطيك العافية. هذه تجهيزات وزارة الصحة وجميع القطاعات المعنية في المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، يعطيك العافية. إذا مشاهدي الكرام سنتجول في تاريخ الحج مع الدكتور خالد تخيل، دعونا نتابع. الآن نبي نتكلم عن حجاج بلاد الشام، مصر وبلاد الأناضول. التجمع الأول في مدينة الكرك ثم في معان، وعندهم دربين. الدرب الأول اللي هو العقبة حتى يصلوا إلى مدينة ينبع، ومن ينبع إلى المدينة، هذا الدرب. الدرب الآخر يسلكون من معان إلى تبوك، إلى العلا، إلى خيبر، إلى المدينة. هذه الدروب. طبعا في تلك الحقبة الزمنية يعني الخطر اللي هو الأمن، يعني القافلة عندما تسير لابد أن يكون معها أمن، لكن ما بالك في مثل جميل يقول من يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا كان ولي الأمر في زمن الدولة الفاطمية يعني الناس حاجة يقول لا لازم تدفعون ضرائب، كل واحد يدخل حجاج لازم يدفع الشخص سواء ذكر أو أنثى 7 دينار ونصف.
هذه ضريبة. من الذي شاله؟ شاله وكثير من الناس ما يعلم. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله منع هذه الضريبة، قال الحج للناس. فهذه كانت من الأشياء اللي في تلك الحقبة الزمنية. تخيل، يقول ذكر أحد المؤرخين، يقول إنه في سنة 380 أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن لم يحجوا، لأن بعضهم يقول ما قدر يدفع المال من أجل هذه الضريبة. في مصر وكذلك السودان وبلاد المغرب الأقصى، في درب آخر غير اللي حنا ذكرناه، أنهم يأتون من الفسطاط إلى السويس ويمروا بسيناء إلى العقبة. طبعا في طريق بري، من اللي مهدوا؟ مهدوا قنصوا الغوري من السلاطين المماليك، هذا اللي مهد ووضع على ما شبيه بدرب زبيدة، هذا قنصوا الغوري. أيضا لقنصوا الغوري فضل على الحجاج، لأنه كان يقول من الفسطاط، بعد ذلك سميت جت مدينة القاهرة، يأتون إلى قنا فاجتمعون مع أهل السودان، ثم يأتون على الدرب البري إلى، فيه أظنها الآن اسمه سفاجة، كان اسمه عويذيب في تلك الحقبة، ثم يبحرون إلى مدينة جدة. هذا طريق آخر لأهل مصر والسودان. كذلك أيضا يلاقون الأصناف، يعني أما الغرب يعني من المخاطر، أو كذلك قطع الطرق. وأيضا لا نخفي أنه في تلك الحقبة كان قطع الطرق خصوصا في المناطق البريرية ينشطون في موسم الحج، لأنهم يعلمون أن الحاج أتى بالماء. وكثيرا من الناس لما يأتي إلى مكة يأتي بالمال فعلا من أجل الصدقة، بعضهم يريد أن يحجج إلى أبيه أو أمه. هذه من بعض المواقف عن السلاطين في تلك المنطقة. أيضا لا نخفيكم أنه في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي مشايخ شنقيط قالوا السنة هذه لا عليكم حج يا أهل المغرب الأقصى. لماذا؟ يقول لأن الأمراض تفشت، وكذلك الأمن قل، وكذلك أنه كان في جو في فصل الصيف، يعني فيه مشقة على الناس. هذه بعض المواقف عن الحج في تلك الحقبة الزمنية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. تعمل القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ضمن مجموعة متكاملة من القطاعات المختلفة والتي تسعى لسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام. دعونا نتعرف مشاهدينا الكرام على القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام مع الزميل فيصل آل عمير. حياك الله فيصل. مساء الخير عليك. وأكيد اليوم يعني نتعرف على القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وتعلم أن الآن توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المسجد الحرام لأداء العمرة لمن كان متمتعا منهم وسط إجراءات تنظيمية لهذه القوة. نريد أن نتعرف أكثر معك ومع ضيفك الكريم، تفضل. شكرا لك يا سمي. طبعا زي ما ذكرت فيصل، طبعا نحن نرصد الحركة في الحرم المكي الشريف كما ذكرت، استعدادا لحج هذا العام 1445 هجرية. هناك العديد من حجاج بيت الله الحرام القاصدين للمسجد الحرام. طبعا هناك تنظيم عالي من قبل الجهات الأمنية المشاركة في هذا التنظيم، بالإضافة إلى الجهات الأخرى سواء كانت خدمية أو صحية أيضا كذلك تشارك في هذا الجهد الذي يصب في صالح راحة وطمأنينة حجاج بيت الله الحرام. طبعا نحن في مركز عمليات قوة أمن الحرم للرصد الحركة الأمنية خاصة داخل الحرم المكي الشريف، وزي ما ذكرت فيصل هم يقومون على أمن الحرم المكي الشريف والساحات الخارجية. طبعا لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العقيد ركن الدكتور عطية بن حامد الغامدي. رحب فيك عقيد عطية، ونقول لكم يعطيكم العافية ويجعلكم على قوة إن شاء الله. طبعا بدأت توافد حجاج بيت الله الحرام لمن أراد أن يأخذ العمرة قبل بداية الحج فعليا، لكن أنتم كقوة أمن الحرم عن واجباتكم، عن أداء مهامكم خاصة داخل الحرم المكي الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة إحدى قيادات قوات أمن الحج، وهي تعنى بركائز أساسية تتمثل في المحافظة على الجانب الأمني والجانب التنظيمي وكذلك الجانب الإنساني. الجانب الأمني من خلال تعزيز الأمن داخل أروقة المسجد الحرام وفي ساحاته الخارجية، والجانب التنظيمي يعنى بكيفية إدارة الحشود البشرية وتحقيق الانسيابية العالية بعيدا عن عدم الانسيابية في الحركة والعراقيل الموجودة، بالتعاون مع مركز عملياتي يوصل رسائله باستمرار للمنفذين والمشغلين في أرض الميدان. الجانب الإنساني يكمن في بذل كل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، من خلال الترجمة، من خلال المساعدة، من خلال أيضا التواصل البصري الممتد من الساحات الخارجية مرورا بالأبواب ودخولا إلى أروقة المسجد الحرام. ماذا عن التعاون؟ هناك العديد من الجهات التي تعمل في الحرم المكي الشريف، لكن كيف رأيتم التعاون مع جميع الجهات أو كافة الجهات لخدمة حجاج بيت الله؟ بالنسبة للتعاون والتناغم والتجانس مع الشركاء، هذا امتداد لموسم العمرة. لدينا أيضا بعد أن انقضى موسم العمرة اجتماعات قبلية للاهتمام في موسم الحج. كان هناك الاجتماعات القبلية مع الشركاء، سواء الشركاء من المنظومة الأمنية أو الخدمية أو حتى الصحية وفرق التطوع، ولنا نقاط التقاء، كل ذلك من أجل تقديم خدمة جليلة لضيوف بيت الله الحرام. ماذا عن نصيحة أو توجيهات توجهونها أنتم كجهات مسؤولة عن تنظيم الأمن داخل الحرم المكي الشريف توجهونها لحجاج بيت الله؟ نسأل الله العلي العظيم أن يتم على حجاج بيت الله الحرام حجهم ونسكهم على أكمل وجه، وندعوهم لأن يكون هناك توافق مع عمليات التفويج من المشاعر المقدسة وحتى الوصول إلى أروقة المسجد الحرام، لكي يعيشوا في جو إيماني بعيدا عن التزاحم. كل رجال الأمن في ساحات الخارجية وفي أروقة المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة على أكمل استعداد لخدمة ضيوف الرحمن. يعطيك العافية، شاكرين مقدرين لك عقيد عطية. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. نعم فيصل، طبعا هذا كان حديث العقيد الدكتور عطية بن حامد الغامدي، طبعا متحدثا عن أمن حجاج بيت الله الحرام خصوصا في الحرم المكي الشريف أو الساحات الخارجية الحرم المكي الشريف. كما ذكرت لك يعني نحن من خلال الرصد الميداني، طبعا هذا ما رصدناه من حركة لحجاج بيت الله الحرام خاصة في المنطقة المركزية في الساحات الخارجية الحرم المكي الشريف، هناك تنظيم عالي لتوافد حجاج بيت الله الحرام، لا يوجد هناك كثافة عالية، هناك تدفق سلس للحركة خاصة في المحاور المختلفة في المنطقة المركزية في الشبيكة أو في منطقة أجياد أو من خلال شارع إبراهيم الخليل، طبعا هذا ما رصدناه في المنطقة التي نتواجد فيها. الأمور مطمئنة حتى الآن، نتمنى أن يكون هذا حجا مبرور وسعيا مشكور لحجاج بيت الله الحرام، وأن ينتهوا من حجهم ويعودون إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله. عودة إليك بالصوت والصورة فيصل. شكرا لك فيصل العمير، معلومات مهمة ذكرتها عن التدفق الحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام، أعين ساهرة اطلعت المشاهدين عليها من خلال هذه القوة، وما شدني أكيد وما شد السادة المشاهدين الكاميرات العديدة خلفك التي لا تترك لا شاردة ولا واردة إلا وترصدها حفاظا على سلامة حجاج بيت الله الحرام. شكرا فيصل، إن شاء الله سنلتقي بك في إن شاء الله أيام قادمة ونتعرف منك إن شاء الله عن هالخدمات التي تقدمها الحكومة حفظها الله لحجاج بيت الله الحرام. إذا مشاهدينا الكرام، هناك الكثير من الخدمات التي ستقدم وما زالت لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون منذ الأول من شهر ذي الحجة وإن شاء الله إلى أعمال الحج، وسط هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات الأمنية والمرورية وكذلك الخدمات التي تهم كل من هو قاصد للمشاعر والحرمين الشريفين. فاصل ثم نعود. والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك الله.
الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله. أهلا بعودتكم من جديد، والآن مشاهدينا الكرام ننتقل بكم إلى مكة المكرمة إلى ملتقى إعلام الحج من هناك، والذي تنظمه وزارة الإعلام بمشاركة عدد من القطاعات والهيئات الحكومية وكذلك القطاعات الخاصة ذات الصلة بأعمال الحج. خلونا ناخذ تفاصيل أكثر مع زميلنا بهاء عسكر أيضا الذي ينضم إلي من هناك. زميل بهاء مساء الخير، سعيد بالالتقاء بك للمرة الثانية الثالثة في ملتقى إعلام الحج. أكيد توافد الإعلاميين اليوم مهم لنقل هذه الصورة الإيمانية والرسالة السامية للإسلام للعالم أجمع من أرض العاصمة المقدسة مكة المكرمة. تفضل. أسعد الله مساءك فيصل ولكافة مشاهدين الكرام، وجميعنا نرحب بوفود الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق من كل أصقاع العالم. نقول جئتم أهلا وحللتم سهلا إلى المملكة العربية السعودية التي ترحب بالعالم في هذه الأيام من أجل أداء هذه الشعيرة، شعيرة الحج. ملتقى إعلام الحج الذي يجمع الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية من كافة أنحاء العالم في هذا المكان الذي أعدته وزارة الإعلام بمنظومتها الإعلامية كي تقدم وتسهل نقل الصورة الإسلامية السامية عن هذه الشعيرة للعالم أجمع. نريد أن نتحدث في هذا اللقاء من هنا من ملتقى إعلام الحج عن شيء جديد يقدم في هذا العام في حج هذا العام. حج هذا العام كما يعلم الجميع هو جاء في موسم الصيف، ويعني درجات الحرارة المتوقعة لهذا العام ستكون عالية، لذلك كل القطاعات التي تعمل لخدمة حجاج بيت الله الحرام هم يحاولون إيجاد طرق جديدة من أجل تخفيف شدة الحرارة على قاصدي بيت الله الحرام وخاصة في المشاعر المقدسة. لذلك سنتحدث عن هذا المشروع الجديد الذي نفذ في المشاعر المقدسة وفي طرق المشاة في المشاعر المقدسة، وهو مشروع الإسفلت المطاطي والمادة البيضاء التي دهنت على الطرقات وعلى الأرصفة تخفيفا لدرجات الحرارة في المشاعر المقدسة. طبعا هذا المشروع قامت به وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق، لذلك سنتحدث عن هذا المشروع مع سعادة الأستاذ عبد العزيز العتيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطرق. مساك الله بالخير أستاذ عبد العزيز. مساك الله بالنور وحييك طال عمرك، سعيد بالاستضافة وإن شاء الله نقدم حلقة لطيفة للسادة. يا هلا وسهلا فيك. ما شاء الله مشروع نوعي لدرجة أنه حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني هذا المشروع انتشر، ويعني الكل لمس من صوره من وسائل التواصل لمس كيفية نقص درجات الحرارة باستخدام هذه المادة البيضاء. لكن هنالك مشاريع قدمتها الهيئة العامة للطرق، يا ريت لو تكلمنا عن المشاريع مجملها وبعد كذا نخصص وقت لهذا المشروع. صحيح، طبعا زي ما ذكرت ولله الحمد كافة جهات منظومة النقل والجهات الحكومية بما فيها الهيئة العامة للطرق أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن، واليوم ولله الحمد بفضل قيادتنا الرشيدة والدعم الكبير اللي نحظى فيه في كافة القطاعات، اليوم المملكة هي الأولى على مستوى العالم في ترابط الطرق عبر وجود شبكة طرق ضخمة تخدم كافة ضيوف الرحمن القادمين من كافة الدول المجاورة. عملنا لتحضير هذا الموسم حج هذا العام لم يبدأ قبل شهر أو شهرين، بل بدأ منذ نهاية موسم حج العام الماضي من خلال مسح كافة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية وصيانة أكثر من 9000 كيلومتر وتنفيذ العديد من أعمال السلامة والصيانة، من ضمنها تركيب اللوحات الإرشادية، الديانات الأرضية، عيون الغطط اللي هي العلامات التحذيرية، الاهتزازات أيضا الجانبية، بالإضافة لتنفيذ العديد من أعمال الكشط والزفلتة. طبعا تنفيذ هذه الأعمال تم باستخدام العديد من التقنيات المتقدمة، لعل من أهمها معدات المسح والتقييم واللي نمتلك من خلالها اسطول يعتبر الأضخم على مستوى العالم ب 18 معدة، وكل معدة لها دور مستقل،
هناك معدات خاصة بقياس التشققات على الطريق والتخددات ورصدها بشكل مباشر ورفع هذه التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارات ذات العلاقة، فبالتالي المساهمة بتسريع عملية قرار الصيانة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل فني. هناك أيضا معدات خاصة بقياس مستوى الانزلاق على شبكة الطرق من خلال محاكاة هطول الأمطار ومعرفة مستوى الانزلاق على شبكة الطرق. أيضا هناك معدات خاصة بقياس سماكة شبكة الطرق والتأكد من جاهزيتها ومستوى الأوزان المناسبة لها. أيضا هناك معدات خاصة بالتأكد من جودة أي طريق ينفذ من أي شركة منفذة، سواء كمشروع جديد يخدم ضيوف الرحمن أو حتى مشاريع السلامة والصيانة. هذه الطرق السريعة الرابطة ما بين مدن المملكة والموصلة إلى مكة المكرمة. صحيح بالضبط. مشاريع المشاعر المقدسة تحديدا التي أقيمت في مشعر عرفات ومنى ومزدلفة. طبعا اليوم إذا بنتحدث عن الطرق بشكل عام فهناك العديد من الجهات المنفذة. اليوم وزارة النقل ممثل بالهيئة العامة للطرق فيما يتعلق بالأعمال التشغيلية هي موكل لها الطرق خارج النطاق العمراني، وهناك عدد من المشاريع بالفعل الهيئة العامة للطرق داخل المشاعر المقدسة، لعل كان من أهمها ما أعلن عنه معالي الوزير قبل عدة أيام وهو تدشين النفق السفلي في مشعر عرفات، وهذا اليوم الهدف منه بشكل دقيق فصل حركة ضيوف الرحمن القادمين بالمشي أيضا من خلال فصلها عن مركبات السيارات عبر نفق سفلي. هذا النفق زي ما ذكرنا يفصل حركة المركبات عن حركة ضيوف الرحمن، فبالتالي يسهم في سلامتهم وخدمتهم بشكل أوسع. النفق رابط ما بين عرفات ومزدلفة؟ لا، هو نفق سفلي في منطقة عرفات لموضوع قطع الشارع، يكون بالتالي عملية النفق السفلي يسهم بشكل أوسع في حفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وعدم تعرضهم وتداخلهم مع المركبات. جميل جدا. إضافة إلى ذلك بعض المشاريع. طبعاً هناك أيضا مشاريع أخرى تمت، يمكن لعلها من أهمها الابتكارات العلمية اللي تم تنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها أشياء توسعنا فيها ومن ضمنها أشياء لأول مرة يتم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام. لعل على سبيل المثال عملية تبريد الطرق بداية، وهي المادة البيضاء فيما يتعلق بتبريد الطرق. جميل جدا، ودنا نظهرها للمشاهد طبعا كي يعلم المشاهد هذه يعني جزئية. صحيح. من الإسفلت المطاطي، وهذه هي المادة البيضاء. صحيح. طبعا احنا اليوم نفذنا مبادرتين حيوية، بداية فيما يتعلق بتبريد الطرق، وهذه تمت اليوم في المنطقة المحيطة بمسجد نمرة في عرفات بحوالي 25 ألف متر مربع. أيضا فيما يتعلق بالابتكار الآخر دمجنا فيه ابتكارين، الإسفلت المطاطي بالإضافة إلى تقنية تبريد الطرق. وإذا بنتحدث اليوم بشكل أكثر تفصيلا على موضوع التبريد وبعد كذا نتحدث عن الإسفلت المطاطي، اليوم شبكة الطرق بشكل عام عندما تتعرض للشمس تمتص درجة الحرارة وتصل في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، فبالتالي يكون الطريق هو مصدر حرارة. هذه المادة وهي مادة أولا محلية الصنع تعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي تقل من عملية امتصاص درجة الحرارة، وخفض درجة الحرارة بحوالي 13 إلى 15 درجة مئوية، أي بما معناه أو بمعدل نسبة مئوية 20% مقارنة في الطرق الأخرى. طبعا إذا بنتحدث عن المبادرة الأخرى وهي الأهم والتي نفذت لأول مرة خلال موسم حج هذا العام، وهي مبادرة الطرق المرنة. اليوم وفقا للأرقام والدراسات أكثر من 53% من ضيوف الرحمن أعمارهم تتجاوز 50 عام، وجزء من هذه الشريحة من ضيوف الرحمن بحوالي 38% منهم يعاني من بعض الأعياء الصحية نتيجة المشي لمسافات طويلة وعلى طرق صلبة. لذلك تم ابتكار الطرق المرنة المطاطية، وهي طرق تعمل على امتصاص الإجهادات، فبالتالي توفر حركة أريئة بشكل مريح أكثر، طرق مرنة بشكل أوسع، حتى ممكن لو نلاحظ عملية الضغط عليها يكون فيها فعلا مرونة بشكل أوضح من فعلا هذا النموذج الأخرى. فعلا يعني حتى الحبيبات هي عبارة عن أشبه ما تكون بحبيبات مطاطية. صحيح. أستطيع أن أقول يمكن ممر المخصصة للمشي، الأماكن المخصصة للمشي قد تكون تقريبا هي للسادة المشاهدين مشابهة لها فيما يتعلق بممرات المشاة بشكل أكثر علميا، لكن ما يميز هذه الطبقة الإسفلتية اليوم أنها مكونة من إعادة تدوير الإطارات. فاليوم ناهيك عن خدمة ضيوف الرحمن، اليوم إحنا حفظنا على البيئة من خلال استثمار الإطارات المهدرة. اليوم وفقا للدراسات أكثر من 15 مليون إطار سنويا مهدر، هذا اليوم لو ترك ربما يكون له آثار سلبية على
تلوث البيئة إلى آخره. اليوم إحنا استثمرنا الموارد الموجودة، اليوم إحنا عملنا ابتكار علمي مهم خدم ضيوف الرحمن، وإضافة لهذا الابتكار زي ما ذكرنا على أساس نعزز عملية الراحة أضفنا أيضا المبادرة الأولى اللي هي تبريد الطرق على الأسفلت المطاطي، فأصبحت ولله الحمد اليوم ممرات مشاة ضيوف الرحمن مرنة ومريحة وبمشيئة الله برودة أفضل. هذه المادة البيضاء فقط دهنت على الإسفلت أم حتى على الأرصفة المقاربة للإسفلت؟ هل تم دهن المادة البيضاء؟ صحيح، هي طبعا وضعت في عدد من المناطق وتوضع في أكثر المناطق اللي يكثر فيها التجمع البشري بشكل أوسع. اليوم احنا وضعناها في المشاعر المقدسة في المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بشكل كامل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بحوالي 25,000 متر مربع، وأيضا استخدمناها مع المطاطي فيما يتعلق بمر الممشاة بين مزدلفة وعرفات. طبعا يمكن النقطة اللي أشير لها اليوم بشكل أوسع، اليوم مبادرة تبريد الطرق تمت بكل صراحة عبر عدد من التجارب والأبحاث العلمية. احنا بدأنا في هذه التجارب العام قبل الماضي بتجربتها في أحد المناطق في منطقة الرياض، العام الماضي جربت في المشاعر المقدسة في منطقة بسيطة في ممر الجمرات أثبتت نجاحها، واليوم ولله الحمد نتوسع في هذا الأمر بشكل أوسع لخدمة ضيوف الرحمن. الجميل يعني أنا حتى طبعا هذه المادة البيضاء مدهونة على هذا النموذج، الجميل أنها يعني ليست ناعمة جدا، يعني حتى لو هطلت أمطار وكانت الأرض يعني ممتلئة بالماء لا يكون هناك انزلاق. صحيح. يعني حتى سلامة حجاج بيت الله الحرام، يعني هذه المادة استشعرها ليست شديدة النعومة. صحيح صحيح، وأيضا يمكن فيما يتعلق بالأبحاث اللي تم إجراها رعينا هذا الأمر، رعينا عملية انعكاس الضوء أنها تكون بشكل جيد ولا تؤثر على ضيوف الرحمن، رعينا أيضا أنها تكون مقاومة لعملية الانزلاق، رعينا أيضا أنها تكون عندها القدرة في عملية امتصاص الماء أثناء لا قدر الله طول الأمطار. فكافة الأمور اللي ممكن تؤثر على ضيوف الرحمن تم اختبارها والتأكد من جودة وضمان هذه المادة لخدمة ضيوف الرحمن بمشيئة الله في حج هذا العام. غير هذا المشروع في مشروع آخر أيضا خاص بالهيئة العامة للطرق داخل المشاعر المقدسة، ذكرت أنه تتم مراقبة سقوط الصخور. صحيح. من قبلكم تساقط الصخور لا سمح الله في حال كانت هنالك أمطار أو رياح أو كذا. صحيح، طبعا هذه ولله الحمد زي ما ذكرت استمرار للتجارب اللي أعلنت عنها منظومة النقل والهيئة العامة للطرق كان من أهم التجارب اللي تم تنفيذها في موسم حج هذا العام لأول مرة، وهي تجربة رصد تساقط الصخور وتم تنفيذها أو تجربتها بمعنى أصح في عقبة الهدى. اليوم اللي بنتحدث أن المملكة متنوعة التضاريس بشكل أوسع، وطبيعي اليوم هناك عدد من التغيرات المناخية إما أمطار أو رياح، وبالتالي يكون هناك يعني بعض تحرك الصخور ورصدها، ففي السابق ربما يكون هناك يعني نسبة ربما لتأثر ربما مستخدمي الطريق. ما تم تنفيذه الآن هي عملية تركيب كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي بحوالي 6 كاميرات موزعة على المنطقة الجبلية المحيطة بعقبة الهدى، فور رصد أي تحرك للصخور تغلق العقبة دخولها وخروجها في أقل من 60 ثانية بالشراكة طبعا مع كافة الجهات الحكومية، ونفذت هذه التجربة قبل عدة أيام أثبتت نجاحها. هذا العام اليوم احنا نجربها على عقبة الهدى، سنتوسع بشكل أكبر في الدراسات في الأبحاث في بحث فرص الربط بشكل أوسع مع الجهات الحكومية الأخرى، وهي زي ما ذكرت استمرارا للتجارب اللي عانت عنها الهيئة العامة للطرق للتأكد من مناسبتها وأيضا مدى إمكانية التوسع فيها خلال الفترة القادمة. جميل. طريق المشاة وطريق الملك عبد العزيز الرابط من مشعر عرفات وحتى مزدلفة من ثم إلى منى وحتى المسجد الحرام، المسافة ما بين مشعر منى والمسجد الحرام هل هنالك جديد في هذا المكان تحديدا يعني استحدث في هذا العام من قبل الهيئة العامة للطرق؟ طبعا هو زي ما ذكرت من ضمن الممرات اللي وضعناها اللي هو الممر الخاص بما بين مزدلفة وعرفات، وهو اللي طبق اليوم فيه موضوع الاسفلت المطاطي وأيضا طبق فيه تبريد الطرق. باقي المناطق اليوم هناك أعمال أخرى للجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشاريع اللي تخدم ضيوف الرحمن، وفيما يتعلق بممر المشاة زي ما ذكرت طال عمرك تم تنفيذ هذه المبادرة في ممر المشاة بين مزدلفة وعرفات. جميل، يعني هذا المشروع ما شاء الله تبارك الله أخذ صدى واسع، والجميل أنك أنت ذكرت أن يتم الاستفادة من الإطارات من أجل صناعة هذا الإسفلت. صحيح. المطاطي، يعني تدوير وإعادة. صحيح. تدوير واستخدام
كل ما يمكن من أجل يعني تحسين أو تحسين الجودة هذا الإسفلت. يعني أستاذ عبد العزيز في شيء جديد حابين تضيفوه بإذن الله تعالى أو ما ذكرنا؟ والله أبدا بالعكس، أنا أعتقد أنه اليوم لقاءنا كان ثري فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، لعلي أضيف فيما يتعلق بأهم التجارب اللي اليوم أيضا إحنا عملنا على التوسع فيها، وهي معدة إعادة كشط طبقة الإسفلت، وتم استخدامها في أحد الطرق في المدينة المنورة، وهي تعمل على كشط طبقة الإسفلت وإعادة تدويره في نفس الموقع، وهي أيضا تسرع من عملية الصيانة بشكل أوسع. وراح نواصل أيضا العمل في التوسع في تنفيذ العديد من التقنيات اللي بمشيئة الله تسهم في خدمة ضيوف الرحمن. شكرا لك سعادة الأستاذ عبد العزيز العتيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطرق، وحقيقة الكل وكل القطاعات تسعى بحول الله تعالى خدمة حجاج بيت الله الحرام، وخاصة يعني هذا الموسم ويأتي في وقت وموسم صيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم حجاج بيت الله الحرام من درجات الحرارة العالية، والكل في القطاعات يخدم من أجل محاولة التخفيف على حجاج بيت الله الحرام خاصة في هذه الأجواء الحارة. أعود مرة أخرى إليك فيصل من ملتقى إعلام الحج إلى استوديوهاتنا بالرياض. تجربة فريدة تقوم بها وزارة النقل، وأعتقد اليوم جميع القطاعات المعنية بها منذ انتهاء حج كل عام تبدأ بالخطط للحج القادم، وهذا ما يجعلنا كثيرا نشعر بالزهو وبالفخر بقيادة المملكة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام. شكرا بها عسكر، كنت معي في ملتقى إعلام الحج. وفي مشاعر حاج مشاهدينا الكرام سنأخذكم إلى روسيا لنشاهد مشاعر الحاج الروسي رينات يونس الذي سيقدم بمشيئة الله تعالى إلى حج هذا العام، دعونا نتابع. صرت الشوق طريقي، جئت من فج عميقي، إن من أركان ديني حجة البيت العتيقي. بالفعل هذه مناسبة من أفضل المناسبات بالنسبة لأي مسلم، لذلك أتمنى لكل أخ وأخت والأقرباء والأصدقاء زيارة هذا المكان الذي لا ينسى. بدأ توجه الحجاج الروس إلى المشاعر المقدسة منذ 28 من شهر مايو الفائت، ولكل حاج منهم قصته وشغفه لأداء هذه الفريضة والركن الخامس من أركان الإسلام. رينات من إدارة مركز أمة للتعليم الديني جاهز للسفر إلى المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من أنه كان في مكة المكرمة في حج عام 2018 إلا أنه ما زال يشعر بنفس التوتر قبل التوجه هذا العام إلى الأراضي المقدسة. أشعر بقلق بسيط ورهبة، فالانتظار يثير القلق، فكلما أخلد للنوم أفكر متى سأصبح أمام الكعبة بيت الله. بات الحاج رينات يعلم ما الذي يحتاجه في سفره، وقام بتحضير كل ما سيحتاجه بمساعدة زوجته، إذ بات يدرك أن بإمكانه الحصول على باقي المستلزمات هناك في مكة المكرمة. أعددت نفسي بشكل أفضل هذه المرة، واعتنيت بصغار التفاصيل قبل الحج كي لا أنسى شيئا، وقمت بدراسة كل شيء، وسألت أخواننا من المسلمين وأمتنا وكذلك المفتي، كما إن الإنترنت تساعد. تمكن رينات من التوجه للحج هذا العام بفضل منحة من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا التي تقدم لعدد من الحجاج المتميزين أو من الذين يحتاجون للدعم لأداء فريضة الحج. أهديت لي هذه الحجة من سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين بدعم من الشيخ روشان عباسوف مفتي ضواحي موسكو، وشكرا لهم على ذلك، أعداد كبيرة من الراغبين، فها هو الأخ أهل الدين إمامنا في الجمعية الإسلامية المحلية يرغب بذلك بشدة. كما أعرب إمام المسجد في مدينة رامينسك عن رغبته في الحج، إلا أن التزاماته في إمامة المصلين وتعليم الصغار ما زالت مانعة، لعل المستقبل القريب يساعد في تذليلها ليقوم بالركن الخامس من الإسلام.
نعم فعلا بذلنا جهدنا، ولكن لدينا مهامنا التي يجب علينا القيام بها من خدمة المسجد والمصلين، ونأمن من الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الفرصة للحج. حجاج بيت الله الحرام يبدون رغبة متزايدة كل عام لأداء فريضة الحج، وخاصة بعد صعوبات واجهتهم زمن وباء كورونا. 25,000 حاج من روسيا يؤدون الفريضة التي تعتبر حلما لكل مسلم في روسيا، إذ أنهم يتشوقون لزيارة الأرض التي نبع منها الإسلام وخرج منها خاتم الأنبياء بالدين الحنيف. طلال محمد فهر، قناة السعودية، موسكو. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بحجاج بيت الله الحرام، والقلوب مشتاقة إليكم أكثر من الأجساد، وأنتم تؤدون رحلة إيمانية عظيمة في بلاد الحرمين. فاصل ثم نعود. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك. أهلا بعودتكم من جديد. في فقرة أوائل في الحج راح نأخذكم في أول مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي انطلقت عام 2017. دعونا نتابع. وكذلك ضمن الجهود العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل الجمعية الكشافة العربية السعودية منذ 63 عاما عبر قطاعاتها المختلفة مع عدد من المؤسسات وشركاء النجاح في خدمة ضيوف الرحمن من خلال معسكرات الخدمة العامة، ولإلقاء الضوء مشاهدينا الكرام على هذه المعسكرات وتطورها، يسرنا في هذه الدقائق أن نلتقي بنائب رئيس الجمعية والمشرف العام على المعسكرات الدكتور عبد الرحمن المديرس، الذي سينضم معي من مكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، ورحب فيك معنا. بالتأكيد عدد المشاركين في هذه المعسكرات لهذا العام خدمة لضيوف الرحمن، تفضل. حياك الله وأهلا وسهلا بكم جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أولا أشكركم على استضافة جمعية الكشافة العربية السعودية ممثلة في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. أود الحقيقة أن ألقي الضوء على الاستعداد لهذا العام لخدمة ضيوف الرحمن. أود أن أطمئن الجميع الحقيقة أن احنا بدأنا في الاستعداد لموسم حج 1445 منذ العام الماضي، فنحن نرفع شعار أن عند النهاية تكون البداية، فالاستعدادات كانت مبكرة ولله الحمد، والآن وصل عدد المشاركين والمشاركات في خدمة ضيوف الرحمن توجيهات قيادتنا الرشيدة أيدها الله 4200 مشارك ومشاركة من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية، ونسعد أيضا بمشاركة فتيات الكشافة وزيادة العدد هذا العام ولله الحمد من 110 إلى 220 مشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. فهذه أبرز الحقيقة بالنسبة للإعداد، ومثل ما ذكرت نحن حريصون كل الحرص على تأدية أو تقديم الخدمة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة بإذن الله تعالى. دكتور، مدى تطبيق معايير الجودة اللي ذكرتها الشاملة في المعسكرات الخدمة العامة، وخاصة بتواجد اليوم أبطالنا الكشافة سواء من الفتيات أو من الشباب؟ جزاك الله خير. أولا فيما يتعلق بمفهوم الجودة، يجب أن نتوقف قليلا ماذا تعني الجودة عموما. الجودة هي أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من أول مرة وفي كل مرة وعلى الدوام، بمعنى أن احنا بإذن الله تعالى نتخذ جميع الإجراءات الوقائية حتى نضمن جودة أداء وإنجاز متميز في نهاية المطاف. لذلك نحن نعنى بمعايير الجودة في كل تأدية خدمات من خلال رصد الإيجابيات التي تحققت في العام الماضي، وأيضا رصد وحصر فرص التحسين، وهذه مهمة، نقطة مهمة للغاية، حتى نضمن بإذن تعالى أن لا تتكرر فرص التحسين. ولذلك في تطبيقنا المعايير الجودة لدينا تقييم داخلي وتقييم خارجي من أجل رصد وأخذ مرئيات المستفيدين من داخل وخارج أيضا منظومة العمل الكشفي، حتى نقدم الخدمة وفق معايير الجودة، سعيا للانتقال من رضا المستفيد إلى إسعاد المستفيد. وهذه نقطة حقيقة مهمة، والجميل في هذا أن احنا يعني نعمل وفق شراكة متميزة مع جميع الجهات الحكومية وأيضا وغيرها من المؤسسات، سواء وزارة التربية وزارة التعليم، وزارة الحج، وزارة وغيرها من الوزارات، التجارة. دكتور عبد الرحمن، إيش الخدمات اللي تقدمونها اليوم الطلاب في الكشافة؟ إيش الخدمات اللي يقدمونها الحجاج بيت الله الحرام خاصة في المشاعر؟ نعم، إحنا بالنسبة لنا أولا أود نقطة في غاية الأهمية، وإحنا السنة هذه عدينا خرائط، يعني عدينا وطبعنا خرائط إرشادية استدلالية يتجاوز عددها بالمناسبة قرابة 1,000,000 خريطة بمقاسات مختلفة، بالإضافة لوجودها بصيغة إلكترونية يتم تحميلها على الأجهزة الذكية. يتم أيضا تدريب المشاركين في المعسكرات على عملية المسح في المشاعر بوقت مبكر، حتى يسهل على الكشاف والجوالة إيصال الحاج التائه بسهولة ويسر. أيضا الكشافة تقوم مع الجهات الحكومية اللي تجندتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مع وزارة الحج في إرشاد الحجيج التأهيم بمركز وزارة الحج، وأيضا من خلال إرشاد التوجيه اللي نسميه المتجول. أيضا مع وزارة الصحة تمثل الخدمات اللي تقدم من جمعية الكشافة إلى إرشاد الحجاج التأهيم والمرضى الذي تم معالجتهم وإيصالهم إلى مراكز الإرشاد. أيضا بالنسبة لأمانة العاصمة المقدسة، خدماتنا أو تعاوننا وياهم منع البائعين المتجولين بطرق غير نظامية، مع الافتراش في الساحات ومنع الحلاقة حول المساحات المحيطة بجسر الجمرات وغيرها. أيضا نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بوزارة التجارة، نحن نعمل مع وزارة التجارة في مراقبة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها والتخلص من المواد الغذائية غير الصالحة منها، وأيضا مراقبة، وهذه نقطة في غاية الأهمية، مراقبة الأسعار داخل المشاعر من خلال توزيع التسعيرات على المحلات. أيضا تقوم جمعية الكشافة
العربية السعودية في بالتعاون والشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وتتلخص أيضا هذه الأعمال الكشافة في دخول الحجاج للمجزرة وفك الازدحام بتوجيه الحجاج لمسارات توصيل الحجاج التأهيل. أيضا في أمن الحج، وهذه أيضا نقطة تقوم بها الجمعية، هي مساندة رجال الأمن فيما يطلب منهم تجاه الحجاج التأهيل، سواء الأبناء أو البنات، في التعاون مع حجاج مع الأمن في مساعدة التأهيل. أيضا هناك في مركز بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهذا يعني مهم جدا عبر المساهمة مع المركز في استطلاعات الرأي، وهناك استطلاعات الرأي الهدف أن احنا نرصد آراء المستفيدين من نوعية الخدمات اللي تقدم حتى نساعد بإذن تعالى في تطوير خدماتنا أولا بأول، وهذا ما نسعى إليه. وأنا حقيقة يعني أشكر جميع الجهات المشاركة الحكومية والمؤسسات، وأخص أيضا بالشكر وزارة التربية وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يعني رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة وزير التعليم الأستاذ يوسف عبد الله بنيان، وأخص بالشكر أيضا إدارتي التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة على دعمها مع الجهات الأخرى في القيام الجمعية الكشافة في التكاملية في تحقيق أعلى جودة معينة في تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام. دكتور، خليني أسألك سؤال مهم جدا، كيف سيتعامل أو كيف أنتم طورتوا مهارات اليوم الكشافة من الأبناء والبنات في أن يتعاملوا مع هذه الحشود، ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، كيف سيتعامل اليوم أبنائنا وبناتنا الكشفيين؟ أبشرك عندما ذكرت منذ قليل أن احنا منذ العام الماضي حتى الآن أقمنا العديد من الدورات التخصصية لجميع من تم اختيارهم للمشاركة، 4200 مشارك ومشاركة من خلال دورات تخصصية تعنى بالجودة وتعنى بالتعامل مع جميع الثقافات، وأيضا استفادة من الترجمات بلغات مختلفة حتى يتعاملون مع الحجاج وهم من ذوي يعني ثقافات مختلفة في التعامل معهم وفق فرضيات معينة، وفق قصص أيضا ملهمة في التعامل مع الفرضيات حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه، بمعنى أن لا يتم أحد أن يشارك إلا باختيار وفق أعلى معايير طبقت بحذافيرها وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة، أن لا يدخل أحد لخدمة حجاج بيت الله إلا بعد ما يكون تنطبق عليه كافة الشروط المعيارية اللي تضمن نوعية التعامل مع حجاج بيت الله وفق أعلى معايير الجودة بسهولة ويسر وأيضا بابتسامة. والجميل في هذا أن جميع من ينتمي للكشافة يحملون شعار الشغف، بمعنى أن تقديم الخدمة بابتسامة وبشغف وعطاء دون مقابل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحتسبوا فقط الأجر. فهذا هو ديدا من يعمل في جمعية الكشافة العربية السعودية، حب العمل خير وغرس عمل التطوعي. بالمناسبة اليوم تم تدشين الأعمال التطوعية، رصد الأعمال التطوعية في معسكرات الخدمة العامة للحج في منصة العمل التطوعي، بمعنى أن سيتم تسجيل 4200 مشارك ومشاركة في منصة العمل التطوعي لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله كعمل تطوعي. هم وأنتم رسل السلام، وأكيد أنتم جالسين تقدمون أعمال تطوعية جليلة تشكرون عليها، لكن خليني أتحدث معك، أنت ذكرت أنه السنة هذه 4200، هل العدد العوام الماضية كان أقل من 4200؟ وإذا كان أقل ليش زدتوه هذه السنة؟ تفضل. جزاك الله خير. العام الماضي 3500، أتحدث بالأرقام، 3500 مشارك ومشاركة منهم 110 فتاة. السنة 4200 لطلب الجهات الحكومية منا أن تستفيد من خدمات جمعية الكشافة العربية السعودية، ولذلك تلبية لطلب شركائنا بعد الاجتماعات معهم، سواء وزارة الحج أو أمانة العاصمة المقدسة، وزارة الصحة، وزارة التجارة، مشروع الإفادة، هدية الحاج، أمن الحاج، اجتمعنا معهم كلهم ويريدون أيضا أن نحن نزيد الأعداد. فلذلك انتقلنا من 3500 العام الماضي إلى 4200، ونتطلع بإذن الله تعالى في الأعوام القادمة أن نحن نزيد العدد بناء على رغبة واحتياج شركائنا في تقديم الخدمة المطلوبة. ونحن في الخدمة بالمناسبة في أي خدمة تطوعية في بلادنا الغالية.
قبل قليل الأرقام، مشكورا دكتور عبد الرحمن، الجهات المتعاونة معكم، لكن هل هناك متطوعين كشفيين سيكونون في خدمة القطاعات الصحية، خدمة من يريد أن يعني يتواجد خاصة في منشأة الجمرات في قطار الحرمين وفي كل جزء من أجزاء المشاعر المقدسة؟ نعم، لدينا خطة حقيقة لجميع المشاعر وجميع المحطات. يمكن ذكرت منذ قليل وجود الخرائط في المعسكرات، عندنا عدد 10 معسكرات موزعة في مكة والمشاعر المقدسة تغطي جميع الجهات، وهي كلها أعمال تطوعية وفق خطة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل ما ذكرت وزارة الحج وزارة الصحة وغيرها لخدمة في جميع المشاعر. نعم، نائب رئيس الجمعية والمشرف العام على المعسكرات الدكتور عبد الرحمن المديرس، شكرا لك، شكرا لكل رسل السلام. أول شيء هم سفراء الأنفسهم وسفراء الأهلهم وسفراء للجمعية وسفراء للمملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، لهم مني ومن جميع المتابعين كل الشكر والتقدير على الخدمات الجليلة والسامية اللي يقدمونها، شكرا لك. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام سنكون معكم من خلال تغطيتنا لجميع الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، وهذا يمكن ما نتعود عليه في المملكة العربية السعودية في كل عام حينما يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى بلاد الحرمين ليقضوا هذه الأعمال الجليلة، أعمال الحج، في خدمة جليلة ستكون إن شاء الله احتسابا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ثم لتحقيقا لهذه التجارة العظيمة التي أقام بها ضيوف الرحمن القادمين من جميع أقطار العالم. فاصل ثم نعود. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. كلمة حق يجب أن أقولها، وأثناء مشاركتي في الأعوام الماضية في تغطية الحج من خلال تواجدي في المشاعر المقدسة، جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية تتفانى وهذا بلا فضل ولا منا، ولكن ما كان يشد انتباهي هم أبناء وطلاب الكشافة العربية السعودية بتفانيهم بعملهم بإخلاصهم في الميدان أثناء درجات الحرارة العالية وأثناء التوافد حجاج بيت الله الحرام في أوقات الذروة، سواء في منشأة الجمرات، سواء في صعيد عرفات، سواء في مبيتهم في مزدلفة، ما أشاهده من ابتسامة ومن خدمة صادقة يقوم بها أبناء الكشافة السعودية مثل اللي شفتوه قبل قليل في الفاصل الذي شاهدنا فيه أبنائنا وهم يقومون بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام بكل تفاني وإخلاص. اللي جالسين تشوفونه ترى هو فعلا في أرض الواقع. شكرا لهم، شكرا على ما يقدمونه من أعمال تطوعية، وشكرا أيضا لكل الرجال المملكة العربية السعودية بكافة قطاعاتها الحكومية المدنية العسكرية والشبه الحكومية والخاصة اللي تتفانى بعمل كبير لخدمة ضيوف الرحمن.
مشاهدينا الكرام، نشاهد معكم سلسلة وثائقية بالتعاون بين قناة السعودية ودارة الملك عبد العزيز عن مشروع علمي وطني كبير تعمل عليه دارة الملك عبد العزيز منذ مدة تزيد عن 10 أعوام، ولا يزال في طور العمل، وسيرى النور قريبا بإذن الله تعالى وفي إطار التعاون المشترك بيننا وبينهم. ولأننا في كل قطاعات الدولة نسعى ونجتهد ونعمل على كل ما يخدم الحرمين الشريفين، لا نغفل أبدا عن الجانب التاريخي المهم، وحرصا من الدارة على توثيق كل ما يرتبط بالحج والحرمين الشريفين. سنتجول معكم في رحاب موسوعة الحج والحرمين الشريفين مع زميلنا أحمد الشايب. نتابع. سلام. لم تكن السيارات فقط والتي عرضناها سابقا هي وسيلة المواصلات التي تخدم الحجاج والتي تم العمل عليها من قبل السعودية، فالنقل البحري والجوي نال نصيبا وافرا منهم. ما تراه الآن هو صورة من عام 1954 ميلادية لميناء جدة بعد تنفيذ أعمال التوسعة الداخلية التي أمر بها الملك عبد العزيز آل سعود ليصبح مهيئا لاستقبال المراكب الكبيرة المحملة بالحجاج، مع تزويده بكافة الإمكانات اللازمة لتسهيل نزولهم من البواخر وصعودهم إليها، خاصة مع اعتماد الكثير من قوافل الحج القادمة من مختلف أنحاء العالم وسيلة النقل البحري للوصول إلى مكة المكرمة، ولتنظيم استقبال السفن في الميناء وتسهيل إجراءات معاملاتها. فقد أمر الملك عبد العزيز بتأسيس دائرة خاصة بالمرافئ والموانئ بجدة، إلى جانب اهتمامه باستحداث عدد من الموانئ الجديدة لخدمة حجاج بيت الله. أما هذه الصورة فهي من عام 1952 ميلادية لمجموعة من الحجاج متجهين إلى مطار جدة، وذلك بعد نزولهم من الطائرة التي كانت تقلهم، ليتجهوا بعدها براً نحو مكة المكرمة لأداء الحج. وقد وصل أول فوج في 3 طائرات مخصصة لنقل حجاج البيت الحرام إلى أراضي المملكة العربية السعودية في عام 1937 ميلادية، قادمة من مطار الماضة بجمهورية مصر العربية باتجاه مطار جدة. طوال التاريخ كانت طمأنينة الحج والحجاج واجب فرضه السعوديون على أنفسهم، وما زالوا يفعلونه. وأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن جاهزيتها في الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام 1445 للهجرة، بدعم وتمكين غير محدود من القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، حيث تضمنت تجهيزات مقدمي الخدمة على توفير ما يزيد من أكثر من 6200 برج اتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أكثر من 4000 برج يدعم تقنية الجيل الخامس بنسبة زيادة بلغت 37% عن العام الماضي، وتوفير أكثر من 10500 نقطة وصول بتقنية الواي فاي في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وبصفة الهيئة المنظم لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة تعمل على تسخير جميع إمكانياتها لتيسير خدمات الاتصالات والتقنية وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة.
عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام انضموا معنا وعبر الهاتف مدير عام شؤون المناطق بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الأستاذ سعد الشمبري. أهلا وسهلا بك، وخلينا نتحدث معك من خلال استعراضنا قبل قليل بالأرقام استعدادات هيئة الاتصالات وتقنية لموسم الحج، لو تحدثنا أكثر عن هذه الاستعدادات وما ستقدم من التقنية لحجاج بيت الله الحرام. تفضل. أمس عليك أخوي فيصل والسادة المشاهدين. أهلاً. كما طبعا تحدثت في التقرير بأنه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أكملت لله الحمد استعدادها بخطتها التشغيلية. نعم. في كامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن وأيضا الجهات العاملة في الحج. نحن نعلم أخي فيصل بأنه قطاع الاتصالات والتقنية أصبح الآن هو الممكن الرئيس لكافة القطاعات العاملة بالحج. كافة القطاعات ولله الحمد تؤدي مهامها وإجراءاتها عن طريق التقنية. كما تحدث التقرير بأنه عدد الأبراج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بلغ أكثر من 6200 برج. جميل. منها 4000 برج يعمل بتقنية الجيل الخامس، وهذا يشكل ارتفاع مقارنة بالعام الماضي بنسبة زيادة بلغت 37%. نعم. لدينا إحصاءات أو لدينا أرقام تتعلق بسرعات تنزيل الإنترنت الهاتف المتنقل في مكة المكرمة، شهد هذا العام ارتفاعا بنسبة 72%. جميل. وكذلك سرعات التنزيل الهاتف المتنقل في المدينة المنورة بلغ زاد هذا العام بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي. جميل. سيد سعد، كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟ وأتحدث أنا عن حالات عن أوقات الذروة، تعلم خاصة يوم النحر، يوم عرفة، أيضا المتعجل من حجاج بيت الله الحرام، يكون هناك ضغط على شبكة الاتصالات والتقنية، كيف ستتعاملون مع هذه الحالات؟ حقيقة البنى التحتية اللي في المشاعر المقدسة في مكة والمدينة هي بنى تحتية رقمية متينة وهي تراكمية يتم إضافتها في كل عام وتعزيزها، وهي قادرة على استيعاب كافة الاحتياجات من الحجاج والجهات العاملة. وإذا ما تحدثنا عن الحالات الطارئة فإنه قطاع مثل قطاع الاتصالات والتقنية. جميل. بالتأكيد هناك خطة للتعامل مع حالات الطوارئ وهي معمول بها في طوال العام، ولكن يتم تعزيزها وتحديثها في موسم الحج. جميل. سيد سعد، حدثنا عن أهمية الجولات التفتيشية التي تقومون فيها قبل انطلاقة أعمال الحج، أثناء انطلاقة أعمال الحج، وبعد انتهاء أعمال الحج، للوقوف على يعني التطوير وصيانة هذه أيضا الأبراج والتقنية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. بالتأكيد الهيئة وضمن خطتها التشغيلية هناك فرق تقوم بجولات تفتيشية لتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج من أجل تحسين التجربة وحمايتهم ورفع مستوى الخدمات. جميل. وهذه الفرق طبعا تواكب حركة الحجاج منذ دخولهم في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكذلك في مواقية الإحرام في مدينة المنورة، والآن هم في مكة، وبعد إن شاء الله يومين بنكون في المشاعر المقدسة. هذه الخدمات هي تواكب حركة الحجاج أينما تواجدوا من أجل توفير أفضل الخدمات لهم بإذن الله. جميل. سيد سعد، سؤال الأخير، كيف تراقبون أداء أيضا الطيف الترددي في المشاعر المقدسة بشكل عام وتراقبونه؟ طبعا الهيئة وفرت ضمن الخطة التشغيلية كوادر فنية وتقنيات حديثة متطورة لمراقبة الترددات، هذه الترددات المخصصة للقطاعات العاملة بالحج للتأكد من خلوها من التداخلات الضارة، وأيضا إذا ما وجدت هذه التداخلات يتم معالجتها على الفور من أجل ضمان استمرارية الخدمات. نعم، شكرا لك سيد سعد، معلومات قيمة قدمتها في الحقيقة عن التقنية والاتصالات التي تقدمها المملكة العربية السعودية. مدير عام شؤون المناطق بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الأستاذ سعد الشمبري، شكرا جزيلا لك. أيضا المملكة لم تغفل جانب التقنية في الحقيقة، وخاصة الاتصالات، يعلم الجميع بأنه ضيوف الرحمن يشتاقون لأهليهم فيريدون الاتصال، سواء الاتصال الهاتفي أو الاتصال المرئي، وهذا ما حرصت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد على توفير اليوم الأبراج، توفير التقنية، خدمة الجيل الخامس، لكي يتواصل حجاج بيت الله الحرام مع محبيهم ومع أهليهم أينما كانوا. من بين الجهات التي تخدم ضيوف الرحمن يقدم القطاع التطوعي غير الربحي خدمات رائدة ومميزة، منها خدمات في مجال الصحة. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها مع الزميل وليد المالكي من صالة الحج في مطار الملك عبد العزيز بجدة. حياك الله وليد، دائما ما
نطلع السادة المشاهدين من خلال مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، آخر التطورات وأيضا الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بالتعاون مع مطار الملك عبد العزيز. تفضل ما لديك. بالضبط فيصل، أولا مساء الخير والسعادة والقبول بإذن الله لمشاهدينا الكرام في كل مكان. كما ذكرت فيصل، أنا الآن في صالات الحج والعمرة والقطاعات، ولو أننا الآن في الساعات الأخيرة لاستقبال رحلات الحج من هذه المنشأة العملاقة صالات الحج والعمرة، إلا أن جميع القطاعات والأجهزة تعمل لتسهيل رحلة الحاج ولتقديم كل الخدمات في مختلف المجالات لينعم الحاج في هذه الرحلة الإيمانية بيسر وسهولة. من الجهات المختلفة التي تقدم خدمات لحجاج بيت الله الحرام هو القطاع التطوعي، القطاع غير الربحي في مجالات متعددة ومختلفة، منها في المجال الصحي. يسعدني في هذه الدقائق أن يكون معي الأستاذ سلطان الحارثي المتحدث الرسمي لبرنامج التطوع الصحي إن صحت التسمية في الحج. أولا أخوي سلطان، من أنتم وماذا تقدمون؟ حياك الله أخوي وليد. البرنامج الصحي التطوعي بالحج انطلق منذ عام 1428 وينفذ من الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية درهم ووقاية. البرنامج انطلق بمبدأ إنشاء نموذج رائد للعمل التطوعي يكون واجهة ووجهة للمتطوعين الراغبين بتقديم خدماتهم الصحية في الميدان للحجاج، وبفكرة إنشاء فرق صحية ميدانية متواجدة بين الحجيج، متواجدة في عرفات، متواجدة في الممشى للحجاج بين مشاعر المقدسة، ليرصدوا حالات محددة يقدموا فيها خدمات مباشرة للحجاج لينعموا بأداء فريضتهم بيسر وطمأنينة. أخوي سلطان، المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة موجودة في كل المواقع التي يحتاجها الحجاج، أين يعني فين مكان تواجدكم؟ فين تكونون موجودين في ظل تغطية المراكز الصحية الموجودة والمستشفيات اللي في كل مكان من المشاعر؟ صحيح، وزارة الصحة تبذل جهد عظيم جدا، تقدم الخدمات للحجاج عبر 18 مستشفى، عبر أكثر من 120 مركز صحي. هذه الخدمات الجليلة، يجي دور البرنامج الصحي التطوعي بالحج هو تقديم الخدمات ما قبل الوصول للمستشفى. الفرق التطوعية الميدانية متواجدة في الميدان تقدم لحالات محددة قبل وصولها إلى المستشفى. البرنامج ينفذ الآن في موسم 16، 16 سنة في الميدان كونت خبرة بأنه البرنامج يقدم الخدمات للحجاج في الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، وأيضا العناية بالقدم السكرية. أخوي فيصل، المتطوعين أكلمني، حدثني عن تأهيل المتطوعين وما هي الشهادات الحاصلين عليها. المتطوعين البرنامج الصحي التطوعي بالحج هم على فئتين، فئة الممارسين الصحيين والفئة الأخرى هم طلاب وطالبات القطاع الصحي. هذول المتقدمين اللي يتقدم كل سنة أكثر من 3000 متطوع، يتم فرزهم بناء على معايير محددة. بعد الفرز والمقابلات الشخصية وبعد القبول يتعرضون لبرنامج مكثف للتأكد بأنهم قادرين على تقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام. يعطيك العافية سلطان، شكرا لك. الله يحفظك، شكرا لاستضافتكم. نشكر الأستاذ سلطان الحارثي المتحدث الرسمي لمشروع التطوع الصحي لخدمة حجاج بيت الله الحرام. الآن عودة بالصوت والصورة إلى الزملاء في الرياض. وليد، خدمة الحجاج لا تقتصر في خدمتهم في المشاعر المقدسة، بل منذ وصولهم إلى منافذ المملكة العربية السعودية، ولعل القطاع الصحي غير الربحي أحد هذه القطاعات اللي يقدم جودة صحية ويحافظ على صحة الحاج منذ وصوله. شكرا لك وليد، كنت معي من صلاة الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي. فاصل ثم نعود. أهلا بعودتكم من جديد. انطلقت فجر اليوم قافلة الصحة والتي تنقل 18 حاجا من 12 جنسية يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة. وللمزيد نتابع التقرير التالي مع الزميل سعد أسناني. في بادرة إنسانية غير مستغربة تعكس عناية حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة من مختلف الجنسيات.
لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة عبر قافلة طبية متكاملة ومجهزة لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم وآداء مناسك الحج. نقل هؤلاء المرضى عبر منظومة متكاملة ويتم متابعتهم حتى وصولهم إلى مستشفى جبل الرحمة بحول الله تعالى عبر وحدة من العناية المركزة وعبر استشاريين متخصصين في العناية المركزة والطوارئ. وأكملت وزارة الصحة منذ وقت مبكر جميع الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تعمل الوزارة على تقديم الرعاية الصحية لكافة ضيوف الرحمن حتى ينعموا في حج صحي وآمن. لقناة السعودية سعد السناني، المدينة المنورة. شكرا لهذه الجهود العظيمة والكبيرة لحكومة المملكة العربية السعودية. انتهت تغطيتنا مشاهدينا الكرام، وسنلقاكم بمشيئة الله تعالى يوم غد، وحتى إن شاء الله تبدأ أعمال الحج. ولكن قبل ذلك نشاهد معكم صورا من الحرمين الشريفين ومظاهر الحج ومشاعر الحجاج، نقولها لكم عبر الحج من خلال مجموعة من المصورين المبدعين الذين شاركونا جمال عدستهم، نتابعها مع عدسة المصور محمد البستاني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.